لم تدم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طويلا حتى أقر حزمة عقوبات جديدة مشددة على إيران شملت وزارة الدفاع الإيرانية و27 شخصا وكيانا على علاقة ببرنامج طهران النووي. وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو قال إن العقوبات شملت كذلك الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أقام علاقة وثيقة بين كاراكاس وطهران. وأكد بومبيو أن بلاده ستستمر في منع إيران من حيازة سلاح تقليدي أو نووي. بومبيو قال إن طهران تمول الإرهاب ولن يسمح لها بتزويد أي دولة بصواريخ باليستية، وأنه منذ نحو عامين يعمل مسؤولون فاسدون في إيران بالتعاون مع فنزويلا للالتفاف على حظر السلاح الذي أقرته الأمم المتحدة. تزامن ذلك مع إعلان وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشن عن اتخاذ إجراءات بحق المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. هذه الحزمة الجديدة جاءت بعد سعي الولايات المتحدة الأمريكية لفرض المزيد من الضغط على طهران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية عام 2018 والتي أبرمها سلفه باراك أوباما عام 2015. العقوبات من شأنها إلزام إيران بتعليق جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وحظر استيراد أي شيء يساهم في تلك الأنشطة وإيقاف برامج البحث والتطوير وإعادة المعالجة وإيقاف برامج تطوير منظومات إطلاق الأسلحة النووية ومنع تصدير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، فضلا عن حث دول العالم على فحص الشحنات القادمة من إيران وإليها ومصادرة أي شحنة محظورة. المراقبون قالوا إن هذه العقوبات ستسبب انهيارا تاريخيا غير مسبوق للاقتصاد الإيراني المتهاوي أصلا، وقد تجر إلى المزيد من الانهيارات السياسية والأمنية على النظام في طهران.